رواية. هذه الرواية هي عبارة عن رواية سيرية، سيرة ذاتية يتحدث فيها صاحبها عن قراءاته، عن مطالعاته، سواء في المدرسة، في البيت، مع أصدقائه، في الجامعة، إلى غير ذلك. يتحدث فيها عن فعل القراءة، فعل المطالعة. يتحدث فيها عن هواجس القارئ المتلقي وما يطلب منه من قبل أهله، والديه، المحيط، المجتمع، المدرسة، البحوث، العروض، الرسائل الجامعية، إلى غير ذلك. هذه الرواية عنوانها Comme un roman، Comme un roman de دانيال بيناك. هذا دانيال بيناك أيضا هو كاتب قاص روائي وباحث عن السيس فرنسي، نال الكثير من الجوائز في فرنسا. وأتذكر جيدا أننا تحدثنا في ذلك الوقت أنا والدكتور زاوي ومسيو ألدو الذي كان مدير المركز الثقافي الفرنسي آنذاك سي سي إف على إصدارها مترجمة إلى العربية. اخترت أو ترجمة تكاد تكون حرفية ولكن كما رواية أو كرواية مثل كما رواية. هذه في سنة 2012. في نفس السنة أيضا كنت قمت بترجمة قبل ذلك التاريخ ولكن صدرت أيضا في 2012 مع كما رواية، عمل مسرحي إفريقي للكونغولي ماكسيم ديبيكا. وماكسيم ديبيكا هذا هو شاعر مسرحي روائي ورجل ثقافة متعدد المواهب متعدد الاهتمامات. هو أول من نظم مهرجان الفن الإفريقي في 1969. ماكسيم ديبيكا بعد مضايقات في بلاد الكونغو وكان مهددا بالاغتيال والقتل، هاجر فارا من جحيم إفريقيا، من جحيم الاضطهاد إلى غير ذلك، إلى فرنسا. وبقي فترة طويلة هناك وأنجز الكثير من الأعمال المسرحية والشعرية والثقافية. وهو الآن أسس فضاء إفريقيا في باريس، ما زال يرأسه إلى اللحظة. هذا النص المسرحي لي لوندومان كي شونت ترجمته وأصدرته دار الهدى الجزائرية تعين الليلة. وللأسف هو كما رواية توقف السحب والتوزيع نظرا لأسباب قانونية لم تقم بها دار الهدى مع دار النشر الأصلية وتوقف الأمر هناك، لكن الترجمة كاينة والنص كاين إلى غير ذلك. هذا النص لي لوندومان كي شونت عنوانه بالعربية الآغات الحالمة. هو نص يحتفي بالأحلام الإفريقية بالغد الأفضل، الغد الأجمل، الغد الذي يجلي ويأتي بالسعادة، يأتي بالمشاريع التنموية التي تخرج وتنتشل هذا الإفريقي القابع في الظلمة، القابع في الأسى، القابع في التعاسة والبؤس. اختار له صاحبه عنوانا جميلا لوندومان كي شونت الأغاد الحالمة. بعدها ترجمت أيضا نصا سيرويا تاريخانيا كتبه أحد المجاهدين الجزائريين علي عمراني، كان ضابطا في جيش التحرير الوطني، ويتحدث فيه عن سيرة بطلة جزائرية استشهدت وهي تحمل سلاحها في الجبل، مناضلة كبيرة، شهيدة كبيرة، مجاهدة كبيرة. أراد أن يكرمها زميل ورفيق سلاحها بكتاب
كتابته عنها. رحلة مع الصالحة شهيدة الصالحة مع الشهيدة الصالحة ولد قبلية أخت الوزير الأسبق بحو ولد قبلية التي غادرت مقاعد الدراسة في كلية الطب هنا في العاصمة والتحقت بالمجاهدين في اليمن وتوفيت بعد 6 شهور أو 8 شهور من صعودها إلى الجبل. هذا العمل أصدرته لانير الوكالة الوطنية لنشر الإشهار، لكن للأسف أقول للأسف كما حصل مع دار الهدى في دار الهدى حصل مع لانير وكالة وطنية لنشر الإشهار لكن لم يحظى الكتاب بالإشهار الكافي بالإشهار اللازم. أتأسف لذلك. بعدها في العام الماضي أصدرت دار العين المصرية ترجمة أخرى لي وهي عطر الخطيئة. العنوان الأصلي للرواية لي جون دو بارفان أهل العطر أو ناس العطر، لكن يعني يقرأ الرواية يعرف بأن الخطيئة حاضرة بقوة بإدانات متعددة بصور متعددة مختلفة أيضا ولها عطورها أيضا عطور هذه الرواية هي للدكتور أمين الزاوي وإصدارات دار العين المصرية. أنا الآن أنتظر صدور ترجمة أخرى لعمل روائي إفريقي آخر هو لأديبة شاعرة مخرجة وممثلة كاميرونية اسمها ماري جولين جيتس. هذه الرواية عنوانها أركونسيال قوس قزح وهي قيد الطبع في دار ورق الإماراتية لصاحبتها الأستاذة عائشة سلطان إعلامية وكاتبة معروفة في صحيفة البيان الإماراتية. أتمنى وأحلم وسأبتهج إن أصدرت العمل في شهر أكتوبر هذا ليكون حاضرا بمعرض هناك ومعرض الشركة الدولية للكتاب الذي يبدأ يتزامن في نهاية معرض الجزائر الدولي للكتاب يبدأ في أول نوفمبر. بالإضافة إلى أنني نشرت في الصحف الوطنية والمجلات الوطنية والعربية نصوصا مترجمة أخرى هي لأدباء أفارقة أيضا الشاعر الكبير صاحب جائزة نوبل نيجيري وولس ويكا والغاني شاعر آخر جابرييل أوكارا وشعراء آخرين. هذه ترجماتي بالإضافة إلى مشاريع لأعمال أخرى من بينها أنا الآن أشتغل على نصوص لشاعر جزائري أكاديمي جزائري مهم بنصوصه العميقة القوية مهم بما قدمه للثقافة الجزائرية باللسان الفرنسي مهم بنبله في التعاطي مع المعطى الثقافي والمعطى الإنساني للمبدع الجزائري رحمه الله الذي توفي العام الماضي ألا هو الشاعر والدكتور الأكاديمي حميد ناصر خوجة. من بين إصداراته قليلة جدا أبريل ما بعد يد أو في إصدار مشترك مع شاعر فرنسي مارك بونان لا تير بروفوند دو فيرب ايمي الأرض العميقة لفعل المحبة. وكم كان فعلا يحفر في الأرض العميقة ويحفر في المحبة عميقا. هذا مجمل ترجمتي. أيضا أصدرت قبل ذلك في 2004 مجموعتي الشعرية الأولى هي تهمة الماء وأردت أن أدخل مع دوري الكتاب هذا الذي نحن على أبوابه أن أدخل هذا الموسم الأدبي أيضا شاء
شاعرا بإصدار ثاني كتاب يتضمن مجموعتين شعريتين. اخترت عنوانا واحدا للإصدار ملاك رجيم. ملاك رجيم يتضمن مجموعتين شعريتين، الأولى أصوات نزار، ولا أقصد نزار، نزار استلهمت واستعرت واستلفت هذا الاسم من الشخصية المحورية الرئيسية أي البطل في رواية غابرييل غارسيا ماركيز كرونيك دي مور أنونسي، يوميات موت معلنة. البطل المحوري هو سانتياغو نزار. سانتياغو نزار، لماذا سانتياغو نزار؟ سأجيب قبل السؤال، لأن الأصول لسانتياغو نزار هذا هي أندلسية، وكي نقولوا أصول أندلسية يعني إسبانية قديمة، أندلسية معنى ذلك العرق والدم العربي الذي يسري في عروقه، وسمه وشبهه بجملة من الصفات قضت عليه في النهاية، لأن المجتمع الكولومبي والدول والشعوب الناطقة بالإسبانية التي رزحت تحت الاستعمار الإسباني هاجرت إليها قبائل وعائلات، وهاجر إليها أشخاص كثيرون من ذوي الأصول الأندلسية والإسبانية والأوروبية الجنوبية التي تعود أيضا أصولها إلى الأصول الأمازيغية البربرية والعربية. ولمن قرأ هذه الرواية أو القصة الطويلة كرونيك دي مورانونسي يعرف بأن البطل هذا سانتياغو نزار قد أعلن موته من قبل شابين تزوجت أختهما البارحة، وجدها زوجها غير عذراء، فعندما تعرضت للمساءلة ذكرت بأن صاحب الفعل هو سانتياغو نزار، فقرر موته وقتله واغتياله، وأعلن ذلك لكل من صادفوه، ووصل الخبر إلى مسامع الناس جميعا إلا سانتياغو نزار. مات وهو يدخل إلى بيته عند الباب الخارجي عندما أغلقه الخدم، لحق به قبل أن يدخل الباب واغتالوه. هل سانتياغو نزار باتهامه هكذا، هل هو جان حقا؟ هل هو من قام بالفعل حقا؟ هل هو آثم؟ هل هو فعلا مجرم؟ طائفة من الأسئلة التي لم يجب لا البحث الأمني البوليسي ولا البحث الطبي ولا البحث الروائي لغابرييل غارسيا ماركيز، ويا له من بحث لم يجيب على هذه الأسئلة. وقد لا يكون سانتياغو نزار صاحب جريمة، قد يكون بريئا من ذلك، وما أكثر البريئين الذين يحملون أوزارا ليسوا في الحقيقة مرتكبيها. لذلك هذه الأصوات لسانتياغو نزار قد يبكي وقد يصرخ وقد يدين وقد ينادي وقد يناشد وقد وعلى الذي يتلقى هذا النداء والصراخ أن يجيب بما يعلم أو بما هو مقتنع به. أتحدث عن تجربتي في معايشاتي لهذه النصوص التي ترجمتها. هي نصوص جاءتني بمحض الصدفة، صدفة، جميع النصوص هذه أتتني صدفة، خاصة النصوص التي ترجمتها. في مرحلة ما أنا كنت أدرس اللغة العربية في متوسطة، في حجرة الأساتذة زميلة لي تدرس الفرنسية رأيت في يدها كتابا أخضر نتاع لاسنير بكري، شفت فيه نقرأ عنوان نتاعو سيماك أونتر
ديزير كونتر دولور اي ديزير. سيناك ما بين الرغبه والالم. في صحي مهيد باحث معروف ايضا استاذ ركب العلم. ببساطه شديده طلبت منها ان تريني الكتاب، قلت له نشوف الكتاب. اعطته لي هكذا بسخف نقرا الكتاب هذا. قلت لها تعطيني نقرا، اعطت لي الكتاب هذا ديته معايا. انا في قراءتي لست قارئا نموذجيا منضبطا، قد اقرا من منتصف الكتاب وقد اقرا من اخر الكتاب وقد ابداه من اوله وقد اتركه ولا انهي القراءه وقد اعود اليها بعد فتره. المهم هذا الكتاب عندما وقع في يدي واخذته معي الى البيت بداته من الصفحات الاخيره لانني فهمت بانه دراسه، وفي تصفحي وجدت ان الباحث ربيع العمري في حديثه وعن المجموعات الشعريه لجون سينار قد وضع نصوصا مختاره لهذا الشعر في نهايه الدراسه. قرات عددا من القصائد التي كتبها جون سينار ووجدت اهداءات لابطال وشهداء جزائريين، علي بومنتن، مصطفى الاشرف، العربي بن المهيدي، عبد الحميد ناصر خوجه. فاستفزني الامر، قرات تلك النصوص وجدت ان هذا الشاعر الذي يسمى جون سينار يحب الجزائر ويتغنى بها اكثر من الشعراء الذين يسمون محمد، وليكن محمد بن طهران، عبد القادر، سليمان، مصطفى، نبيل الى غير ذلك. يقول جزائرية صافية، واستطعت ان اتلمس من خلال نصوصه تمسكا بالحق الجزائري في الحرية، تمسكا برغبات واحلام الانسان الجزائري في غد جميل، في غد سعيد، ويصرخ ملء افكاره وملء صوته وملء حنجرته وملء حلقه بادانه هذا الاستعمار الفرنسي، بادانه الممارسات البشعه التي كان يمارسها على الجزائري سواء كان مثقفا او فلاحا او عاملا او غيره، بوضوح و بغموض في كثير من الأحيان. ما استفزني في نصوص جون سينار هو رؤيته لجزائر متعددة، لجزائر مختلفة بشتى أطيافها بشتى توجهاتها، وكان يقول ليزارجيري، لم يكن يقول الجزائر بصيغة المفرد، صيغة المفرد في الصيغة الصرفية، أن حتى الجزائر هي عبارة عن معناها مجموع الجزر. كان قادر يقول لالجيري لكنه لم يكن يقول كذلك، بل كان يقول ليزالجيري، لأنه كان يرى في الجزائر متعددة الأعراق، متعددة الثقافات، متعددة الأصول، متعددة المشارب، متعددة الأهواء، متعددة القناعات الثقافية والسياسية والفكرية التي كانت آنذاك. يحلم بهذا التعايش الذي في ظله يستطيع الجزائري ان يكون من يكون، ولكن بعيدا عن الاستعمار، بعيدا عن هذا القهر، بعيدا عن ما كان يعيشه في ظل هيمنه الفرنسي. فبرغبه جارحه لم استطع كبحها قمت بأول نص ترجمته لجون سينار كان حملة الأخبار لبورتور دو نوفيل، يتحدث عن أخبار الاستقلال وفرحة الشعب العالمة بالتحرر بالانفلات من هذه الربقة. ونشرتها أتذكر
في القسم الثقافي الذي كان في جريدة النصر الجزائرية التي كانت تصدر بقسنطينة. نشرت بعدها نصين أو ثلاث نصوص دائما على صفحة النصر، ثم ترجمت بعدها نصين أو ثلاثة أخرين ثاني أيضا فرنسيات دون أن أنشرها. في ذلك الوقت كان عبد الرزاق بوكوبا وعلي مدغازي وطيب النسلوس ونجيب أنزار يشتغلون بالمكتبة الوطنية الجزائرية. أخبرني عبد الرزاق بأن المكتبة الوطنية تريد أن تقيم احتفالية بسينار الذي أوصى برصيده وميراثه الإبداعي الأدبي الشعري تحديدا للمكتبة الوطنية الجزائرية، وتعتزم إصدار النصوص المترجمة أو ما ترجم من نصوص فرنسيناك في كتيب أو في كتاب في ديوان. فطلب مني هل سأكون جاهزا لذلك، وكانت رغبتي جامحة كبيرة جدا في الاحتفاء بهذا الجزائري صاحب وطنية عميقة، هذا المقتنع بجزائريته أكثر من غيره. فأكملت ترجمة عدد نصوص أخرى أصدرتها فيما بعد ذلك في المكتبة الوطنية الجزائرية تحت عنوان شموس سحر وهم. نكمل. بعدها كان عندي نص كنت أشتغل على ترجمته قبل شموس يحيى الوهراني، كان عندي في البيت هذه الرواية السويدية أقنعة الروح، قرأتها مرة ثم مرة ثم مرة فشدتني وبهرتني وأذهلتني. هي رواية وجودية تتحدث عن الحياة في ما وراء، أي الحياة في الحياة الأخرى، تنشد الخلاص من هذا العالم البائس، من هذا الألم، من هذا الواقع المنتهك بدكتورين المعتقدات والممارسات، حتى الممارسات الدينية والأخلاقية التي انتهكت هذا العالم وأضافت وأشبعته بالخرافات والأكاذيب مثل ما يحدث في عالمنا اليوم. واللابوري وحشته بأفكار كاذبة بممارسات زائفة لا تؤدي في النهاية أو لن تؤدي في النهاية إلا إلى الكذب والزيف ومنه إلى الألم. فهذه الرواية تتحدث عن الخلاص من هذه الأدران في عالم نقي سام هو العالم الآخر الذي سنذهب إليه جميعا. ببساطة هي عبارة عن قصة طويلة، ليست رواية، قصة طويلة تتحدث عن شخصين، رجل أحب امرأة في السويد دون سابق تخطيط، كانت تعرج قليلا انبهر بها عشقها، التقيا في الغد بعد الغد وجدا انهما خلقا لبعض، قرر الارتباط بها، صفى شركته مع اخيه، تزوجها وذهب في ان فواياج دو نوس شهر عسل او اكثر من شهر على كل حال، فواياج مسيوير حتى ايطاليا والبلدان التي لقيها في طريقهما، ثم الى فرنسا باريس، ثم العوده برا، مع ذلك اكثر من شهر، حياه عسل دون تحديد زمني لتاريخ الذهاب والعودة. المهم عاش ثم
ثم هنا علاش قلنا الرواية تتحدث عن الخلاص؟ لأنه يتحدث عن إيطاليا مستنيرة، يتحدث عن إيطاليا أنوار، يتحدث عن إيطاليا بياتريسيا، بياتريس تاع دانتي، يتحدث عن النهضة الأوروبية والألق الأوروبي الذي استمد أنواره ورؤيته وانبثاق الضوء الذي طبع على الأعمى في أوروبا أولا من إيطاليا، من فنانيها التشكيليين النحاتين والرسامين، من شعرائها وفلاسفتها أيضا، ومن مسرحيها أيضا قلت، ثم إلى باريس ثم العودة. عاش فترة بعد عودته إلى السويد حياة هادئة وادعة، ثم بدأ القلق، هذا القلق الوجودي يساور تلك الزوجة لما لا تحمل جنينا ويخلد هذا البقاء. حملت بعد فترة، رأى الطبيب أنها لا تستطيع أن الولادة وقد يودي ذلك بحياتها لأن قلبها بدأ يضعف، قرر الأطباء في مصحة قتل الجنين لسلامتها ولإبقائها حية. لم تستطع بعد ذكرى هذه الحالة، عاشت فترة من كآبة، الكآبة تستمر تقوى تشتد وماتت. عاش بعدها مدة قصيرة في هذا الفراغ الرهيب والذي لم يجد مبررا للبقاء في الوجود في الحياة، فكرر للمرة الثانية طريق شهر العسل أو حياة العسل حتى وصل إلى باريس وزار الأماكن التي زارها معا، وكتب في نهاية رسالة لأخيه، رسالة مطولة، واختتمت الرواية بمشهد مؤثر جدا عندما قرر إنهاء حياته لأنه لم يجد طعما لها ولا معنى لها بعد وفاة زوجته، لم يجد مبررا للبقاء في الدنيا. تناول سما في حديقة باريسية، حديقة عمومية، على مقعد مر عليه كلب في الفجر ورفع إحدى قوائمه وبال عليه. هذه رواية قناعة الروح. تحدث عن نصف إفريقي. أنا نسكن في واحد المكان ما نعرفش إذا تعرفوه ولا ما تعرفوش، ولاية برج بوعلاليش، واحد القرية صغيرة، مدينة صغيرة اسمها المهير، على الطريق الوطني رقم 5 القديم. لم تكن لدينا مكتبة عمومية يعني تبيع الكتب إلا في سنة 1986 أظن، لا أتذكر بالضبط، 85 أو 86، فتحت مكتبة. صاحبها يسكن هنا في باب الواد، هو من عندنا مثلا، جا فتح مكتبة يبيع كتبات، كتبات في أن بتي بات لكن المهير سي الفلفة. بالصدفة يعني دخلت من فركت من بين الكتابات كل استفزوني زوج كتابات، هزيتهم وسلكت، سلكت حتى بلا ما على بالي علاه يعني. انا شريت نص ولزوج نصوص مسرحيه دون ان ادري، يعني كي هزيتهم هكذا ما راحش على بالي بلي هذو النصات المسرحيه ولا روايه ولا شيء. هزيت النص الاول لو ماتر دو سانتياغو نتاع اللي كتب دون كيخوت سيرفانتيس، النص الاول لسيرفانتيس لو ماتر دو سانتياغو هو نص مسرحي ايضا، والنص الثاني هو لي لون دو مان كيشونت اغاث الحليمه لماكسيم ديبيكا. سبقت قريت تاع سيرفانتيس ومن بعد قريت النص الافريقي هذا اغاث الحليمه لي لون دو مان كيشونت.
هذاك اول نص افريقي من الادب الافريقي نقراه. في ذاك الوقت كان واحد صغير عندنا بزاف الاحكام الجاهزه، قال افريقي واسع ما يكتب افريقي، هكذا تبان الواحد هو صغير افريقي دونك ما يقدرش يكون يكتب مليح، ما يقدرش يكون يفكر مليح. جماليات الانسان الزندي ما تقدرش تكون هي جماليات، هكذا كان يبدو لي. لكن عندما قرات ذلك النص المسرحي وجدته يقول الوان افريقيا، هواجس افريقيا، سحر افريقيا، ثقافه افريقيا، وقبل وبعد كل شيء كان يقول بجماليه عاليه الانسان الافريقي في احلامه في آلامه في مكابداته وأيضا فيما يراه من حلول فيما يراه من أفكار عميقة جدا. قرأت النص مرة ومرة ومرة ولم أجد إلا رغبة جامحة لترجمته وقمت بترجمته وبقي عندي مدة طويلة جدا إلى أن نشرته دار الهدى في 2012. قلت ولم تكتمل العملية ولست أدري الآن هل هو في حكم المخطوط أم المطبوع، ما نعرف، قد أجد له ناشرا في الأيام القادمة وندير له ندير الاحتفاء الذي يليق به. دانيال بيناك كما رومان كما رواية، رواية سلفها لي أمين زاوي، كنا مريحين في المكتب، تحدثنا كثيرا عن روايته ليجون دو بارفان، عن روايته حارتني ساحرة فام، عن كثير من الأشياء وعن أقنعة الروح أيضا. ثم نظرت فوق المكتب نشوف كاميرون، نشوف الكتاب، هزيته، سقسيته قلت له قريته ولا مازال، قال لي قريته وهو كتاب جميل، قلت له معليش ندير. ديت الكتاب هذاك كاميرون قريته عجبني، يتحدث كثيرا عن القراءة، فعل القراءة، فعل التدريب على القراءة، فعل البيداغوجيات التي حاول المعلمون والأساتذة والمربون أن يغرسوها في نفوس الأطفال والمراهقين والشباب من أجل حب القراءة والاعتياد على القراءة، وخلص إلى تجربته الشخصية من خلال هذا الكتاب. وكم أعجبني فصل في الكتاب عنوانه ب لي دي دروا ان بريسك ان ديسك اسمانيا ديسكريبتيف ديسكريبتيبل ان ديسكريبتيبل دو لا ليكتور، الحقوق العشرة غير الموصوفة للقراءة، وعدد كثيرا من الحقوق، مثلا الحق في عدم إكمال الكتاب، الحق في مثلا القفز على عدد من صفحات الكتاب، الحق في قراءة نصف كتاب، الحق في القراءة في أي مكان، هي عبارة عن حقوق تتناساها البيداغوجيا وترسم نظاما صارما لكيفية القراءة والمطالعة، وكأنه من خرج عن النظام تقرص النظام معناتها ليس قارئا أو راح يضيع، ألوغ كو نو، القراءة ما عندهاش كيفاش، ما عندهاش ويكتاش، ما عندهاش وين، وما عندهاش واش تقرا. لو سئلنا جميعا عن اشياء قراناها ولعلها كانت حاسمه حتى في حياتنا الثقافيه لوجدناها بسيطه جدا، وليست هي التي توصف للفتاة والفتاه للقراءه. شكرا استاذ المتعلم.
برضو كنت حابب نسألك كيف عندك فكرة على هذا الموضوع، هي حول الترجمات نتاع أو الترجمة التي أنجزت لكتب محمد الدين، ولماذا تركت نصوص محمد الدين حتى ترجمها لبنانيون لا معرفة لهم على الإطلاق بالواقع الجزائري ولا بالمجتمع الجزائري ولا بالثقافة الجزائرية، وحتى وجدنا يعني في ترجمة هذه الأشياء يعني شنو دي الفوسنوت الزابيراسيون أمر لي هو معذور مترجم لأنه لا يعرف الجزائر لا يعرف الشعب الجزائري لا يعرف ثقافتنا، لكن لماذا علاش محمد الدين لم يترجمه جزائري؟ بالتأكيد الترجمة المشرقية لأعمال أدبية جزائرية لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون في عمق ترجمة جزائرية جزائرية، ولا يمكن بحال من الأحوال أن تصل إلى العمق الجزائري في نص الجزائري. هذه معروفة، مثلا أنا لو كنت نترجم نص عراقي بالتأكيد سيكون المترجم العراقي أقدر لأنه يعرف السياقات، يعرف الهاجس، يعرف الفلسفة الروحانية والفكرية والعقدية، وهناك أشياء كثيرة أكثر مني. وتحت طائلة التعجل والعجلة والاستباق الزمني والاستباق الثقافي، كثير من المترجمين المشارقة أنجزوا ترجمات ليست في المستوى، مع الاعتراف والعرفان بسبقهم في ميدان الترجمة، وما أعظم ما قدموه للنصوص العربية التي النصوص المكتوبة بالفرنسية وبالإنجليزية التي ترجموها إلى العربية، لهم فضل عظيم في ذلك. ولكن قلت تحت وطأة التواجد ضمن مشهد ثقافي، مشهد أدبي، سواء في الصالونات أو المهرجانات أو الملتقيات أو الندوات إلى غير ذلك، اضطرهم الأمر لأن يترجموا نصوصا جزائرية مغربية وتونسية ولم تكن الترجمة رصينة ولا عميقة بالقدر الكافي، ومن بينها الترجمة التي قاموا بها لكتابات محمد الدين. السبب لماذا لم تترجم بقلم جزائري؟ هذا سؤال شائك وعميق، ولا أدعي أنني أملك الإجابة الكافية. قد أنطلق من واقعي ومن تجربتي وأرى بأنني قصرت في ترجمة نصوص جزائرية مكتوبة بالفرنسية إلى العربية، والسبب بسيط جدا 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 وهو ما يلي: هل أشتغل مجانا؟ هل يمكن، هل يعقل أن أبذل جهدا قد يمتد على مثلا 6 أشهر ثم أقدم هذه الترجمة لناشر ما أو لجهة ما، ما نقولش يغتني منها، ولكن على الأقل نشر عملا مداخله تعود إليه، ثم أعود إلى بيتي لا أحصل على سنتيم واحد. عزوف المترجمين على تناول نصوص جزائرية بالترجمة يعود بالأساس إلى عدم تقاضي هؤلاء المترجمين أجورهم وعدم الحصول على مستحقاتهم من الترجمة التي أنجزوها. وهنا يمكنني أن أصرح وليس سرا أنني لم أتقاضى سنتيما واحدا على الترجمات التي أنجزتها، رغم أن المشهد الأدبي من نقاد أو من زملائي وأصدقائي ممن أعرفهم على الأقل، سواء روائيين، شعراء، نقاد أو إعلاميين، يدركون جيدا ويشهدون ويقرون بأن ترجمتي ترجمة جميلة جميلة. أقول ترجمة ما مش ممتازة، ولكن ترجمة جيدة معقولة ما
ومع ذلك لم أحصل على سنتيم واحد. قد يكون هذا واحد من الأسباب والدوافع التي أحجم بسببها المترجمون على تناول أعمال محمد دين. هو محمد دين كمثال، ما هو كاين غير واحد وأمثاله كثيرون. عندنا هنا في الجزائر، أو أكاد أقول المغرب العربي عموما، يعني المغاربة الجزائريين والتوانسة، هذه ليست نرجسية ولكن حقيقة. نحن أقرب للروح الغربية، للروح الأوروبية من جميع العرب الآخرين. صحيح، هذا صحيح حقيقة. نحن أقرب، حتى تواجدنا في المتوسط وعلاقاتنا السياسية والثقافية والاقتصادية، نحن مهيئون لترجمة أعمال أدبية. لا أتحدث عن الأعمال الفكرية والأعمال الفنية، أتحدث عن الأعمال الأدبية. نحن أقرب روحا وفكرا وثقافة في ترجمتها من غيرنا من العرب. لكن بحكم السياقات القديمة التي جعلتنا تابعا للمشرق، مصر، سوريا، لبنان، العراق، جعلتهم يأخذون السبق وينسجون علاقات أدبية ثقافية مع هذا الآخر ليترجموه ويترجموا إليه، حتى ولو كانت هذه الترجمة لا ترقى إلى تسويق صورة النص العربي إلى هذا الآخر. حتى الأستاذ بلال شاركني هذه الفكرة، حتى الجزائري لما يكتب باللغة الفرنسية، المثقف الجزائري اللي يكتب باللغة الفرنسية، لما يكتب يعني لما تقرأ تحس تقرأ جزائري فرنسية تاع واحد جزائري، مش فرنسية تاع باريس، يعني الفرنسية تاع الجزائر. استطاع يعني الجزائر، نظن أنا نقدر نظن باللي بلال تختلف معايا ولا تتفق معايا فيها، نظن باللي الجزائريين استطاعوا توطين الفرنسية يعني في الجزائر. هذا جميل جدا. في حتى الزميغرين تاعنا هناك على الارض الفرنسيه استطاعوا ان ينتجوا لغه فرنسيه جزائريه بان ديكسيونير الجيريان، واثروا الكتابات الفرنسية في السنوات الأخيرة. الكتابات الفرنسية للشباب صاروا يسمونها كتابة الضواحي، أدب الضواحي. ما المقصود بأدب الضواحي؟ في سياقه الإعلامي وحتى لا أقول الأكاديمي ولكن المعرفي، سكان الضواحي هم عادة مش جيتوهات، ولكن هؤلاء المعدومين والفقراء والمهمشون والمقصيون والمقصون إلى غير ذلك. هوامش فرنسا؟ لا، الهوامش سكان الهوامش عادة التركيبة البشرية العرقية في باريس هم في الأصل وفي البدء جزائريون أكثر من المغاربة وأكثر من التوانسة وأكثر من العرب وأكثر من السود. قلت من قبل استطاعوا أن يخلقوا لغة فرنسية تحتكم إلى التقعيد الفرنسي، إلى الديكسيونير الفرنسي، ولكن من انتوناسيون جديدة، إيقاع جديد، نحت لغوي صرفي نحوي جديد بألفاظ عربية وبمصطلحات وسياقات وتركيبات استطاعوا أن يوطنوها فعلا في اللغة الفرنسية، وصار الشباب الفرنسيون والفرنسيات يكتبون هذا الأدب، أدب الضواحي. استطاعوا أن يخلقوا لهم لغة ليست فرنسية فرنسية، هي بلسان فرنسي ولكن بروح ولغة وإيقاع موسيقى أقول جزائرية تتبعها وتتبع إثرها ونسج على منوالها
من بعد ذلك، خاصة الزنود المتواجدون في فرنسا. صار هذا الأدب الفرنسي أو الفرنكو جزائري أو هذا الأدب الجديد أدب الضواحي موضة تتبعها الزنود، وأنتجوا نصوصا مسرحية وشعرية وروائية كثيرة. في الجزائر اللي عندكم أسئلة تفضلوا، وأنا مانيش بحب تفضلي باش حاب نحتاج نروح كيش ما كانش تفضلي. تفضلي تفضلي. إيه باش نسمعوك. حول ترجمة نصوص محمد دين من الدرب الجزائري. أولا أنا أعتقد أن محمد ساري قام بترجمة ثلاثية الشمال إلى اللغة العربية في 2012 ممكن أو 2012 تمام، هي رواية من ثلاثة أجزاء قام بترجمتها وطبعت عند دار شهاب. لكن هذا مش موضوعنا، موضوعنا أنه ماهية الترجمة، ماهية المترجم وعوالمه. يعني لما نتحدث عفوا نحط الترجمة في إطار وطني وفي إطار التزام بالوطنية وإلى غير ذلك، هل هذا لا يحد من عوالم المترجم؟ لأن المترجم في النهاية ما هو؟ هل هو مجرد ناقل من لغة إلى لغة أخرى، أو ناقل لما يساعد وما يوافق ثقافته وتاريخه فقط؟ المترجم في اعتقادي أكثر من هذا بكثير. هو حتى كنا نتحدث على المترجم ككاتب ثاني. فالمترجم قبل ما يكون في اعتقادي قبل ما يترجم النص لمزاياه السياسية أو التاريخية أو التزامه أو انتمائه ينظر إليه كنص أولا، كنص جمالي فني كفكرة كفلسفة. وأحيانا كثيرة يتوجب علينا أعتقد أن ننقل ما هو غير موجود عندنا، على العكس يعني ما نعرفه أنا خلاص روعي بس التناكي، لكن نحتاج إلى ما هو جديد سواء فكرا سواء جمالية سواء فلسفة. والالتزام أكيد ليس شيئا يعني شنيعا من غيرنا، على العكس مثلا جوسيمات هو جزائري واحد وأنه يترجم لأنه شاعر جزائري ملتزم، كان ملتزم بالقضية الجزائرية ولكن بعد الاستقلال قتل أشنع قتلى يعني. فننظر أيضا إلى نصه كنص جميل كنص شعري، ولما كان يعني يتكلم عن ليزاج لغي أعتقد أنه كان يتكلم عليها من حيث الأعراق، من حيث الديانات، من حيث التاريخ، من حيث اللغة، وكذلك من حيث اختلافه هو أيضا كشخص مثلي. فهذه الاختلافات كلها يعني الترجمة أعمق من أن تكون مجرد انتماء لوطن ما، أو أنه أنا جزائرية أترجم يحق لي أكثر من غير أن أترجم إلى أدباء الجزائريين. الترجمة اللبنانية لم أقرأها لمحبتي، قد تكون سيئة، وفي أحيان كثيرة هناك ترجمات تجارية يتسرع فيها المترجمون وتكون رديئة خصوصا في المشرق لأسباب مالية. لكن على المترجم يعني مش شرط أن يكون جزائري أو فرنسي أو أمريكي ليترجم أدبه، المهم أن يكون عنده المعرفة اللازمة بثقافة وتاريخ هذا العالم هذا الكاتب، وأن يبذل الجهد اللازم في المترجم ليقوم بترجمة عمله. فيعني هذه مداخلة. شكرا. لكن يبقى الأمر غير كافي.
محمد ديب قامة كبيرة، أديب وكاتب عالمي يستحق احتفاء أكبر وأعمق بنصوصه. أمر آخر، نعم ترجمة الشعر الترجمي يجب أن يحتكم إلى أو أن يقف على أرضية معرفية بالسياق، سياق النص، سياق الكاتب، عوالم وهواجس هذا الكاتب التي وضعها في نصه. أشياء كثيرة على المترجم أن يكون متمكنا منها. هناك ضوابط لغوية، ضوابط منهجية يقوم بتقعيدها وتحييدها الأكاديميون، على المترجم أن يلم بها أو بجزء منها، ولكن الترجمة في النهاية كما أراها، وقد أكون واهما متجنيا مخطئا، أراها إبداعا وإبداعا كبيرا وحقيقيا. على المترجم أن يكون مقاربا للنص، ما نقولش متماهيا معه، ولكن أن يقارب هذه العوالم الروحية والفكرية والفلسفية والثقافية التي يؤثث بها صاحب النص الأصلي نصه، إذ يطرح السؤال المحرج: هل ترجمة كتابة ثانية؟ الإجابة على هذا السؤال تكاد تكون مستحيلة. نعم هي كتابة ثانية، لا يمكن إلا أن تكون كتابة ثانية. كيف؟ أعتقد ولو واهما أن كلمة مثلا خرج التي أقولها في هذه اللحظة في هذا المكان في هذا الميكروفون مع هذا الحضور في هذا الفضاء في هذه اللحظة التاريخية، لا يتسنى لي أبدا أن أعيدها مرة أخرى ولو بعد 5 دقائق. ما نقدرش نزيد نقول هذا الخارج تاع الضرب. وإذا كيف لنص قاله صاحبه في لغته بهواجسه بعوالمه بلحظته أن يعاد إنتاجه مرة ثانية ويكون هو؟ لا يمكن. ثم اللغة ليست حيادية، ومثلا حياة في كلمتان قد تعنيان في مجملهما الشيء نفسه، ولكن ليس كلها، ليس كلها بالتأكيد. الحا هي ماشي الفي، الحا ليست الفي. وإذا لا يمكن أن تكون هذه نظريتك. إذا سلمنا جدلا بأن الأمر كذلك، فلا يمكن للترجمة إلا أن تكون كتابة ثانية، لأن حتى المترجم أو الكاتب لا يمكن أن تكون روح واحدة في شخصين، لا يمكن أن تكون روح واحدة في شخصين في جسدين، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يتماهى المترجم 100% مع النص الذي يترجمه. ومع ذلك على المترجم أن يكون وفيا مخلصا للنص الذي يريد ترجمته، لا أن يكتب نصا ثانيا ببلاغة تحتكم إلى الكناية والاستعارة والتشبيه ببلاغيته، لينتج لنا نصا مشوها. عندما أقول مشوها لا أقصد الجمال، قد يكون النص المترجم أقوى من النص الأصلي، ولكن ليس النص الأصلي، قد يكون ذلك. على المترجم أن يكون وفيا للنص الأصلي وأن يقارب عوالم الكاتب وسياقاته وما يريد قوله
حتى لا ينتج نصا مشوها حتى ولو كان اجمل من النص. شكرا. اذا كاين مداخلات ولا تعليقات ولا اسئله تفضل. انا مهتم بالتكنولوجيا، ف كنت استمع لكم وقلتم ان ربما الاسباب التي ادت ان محمد ديب لم يترجم من طرف جزائريين هذا مثال، لكن هناك كثير من الامثله لك، وتم ترجمته من طرف اناس او شعراء غريبين على الجزائر. فأنا المنطق أو ماذا يحدث الآن في العالم أن التكنولوجيا تتقدم بسرعة كبيرة، فالعلماء في التكنولوجيا الآن يشتغلون على ترجمة كل النصوص بكل اللغات، و هذه التكنولوجيا سوف تتطور، فليست جاهزة الآن، ولكن ستكون جاهزة لا محال، ممكن سنة، ممكن سنتين، ممكن 5 سنوات، لا محال، أنا برأيي. ممكن أعطيك مثال، التكنولوجيا الآن عملوا يعني مايلستون أنه لما يترجموا نص نسبة الأخطاء لا تتجاوز 5.6%. فأنا السؤال الذي أطرحه أنه الأناس الشعراء الآخرين استغلوا كل الأسباب التي نعيش فيها الآن، ممكن تقهقرنا، ممكن الأسباب المالية ولا يعني هذه الأسباب، فاغتنموا أفكارنا واستعملوها لكي يتقدم. فأنا السؤال الذي أطرحه، لما هذه التكنولوجيا تكون جاهزة وكل العالم سوف يكون له access، يعني سوف يكون له متاح أن يدخل، متاح أن 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 يتقدم على كل هذه الأفكار، فهل هذا سوف يعود علينا بالخير؟ لأنه كل واحد سيصبح قادر على أن ينتج أفكار، أو سيساهم في تقهقرنا أكثر؟ شكرا. تكنولوجيا الترجمة، يعني جوجل راه يترجم واش دور من الفوق، قال لك لما يصبح جوجل متمكن أو بدا يعني قال لك راه حتى 75 أو 80 مش عارف 90%. هل يمكن للتكنولوجيا أن تعوض المترجم كإنسان؟ جميل وخبر مفرح جدا أن نسبة الخطأ لا تتجاوز 5%، لكن مع ذلك لا يمكن بحال من الأحوال أن تعوض التكنولوجيا الإنسان. كيف؟ سنعود مرة أخرى إلى جماليات الإنتاج الأدبي والفني التي تخلق بلاغتها باستمرار، فتوهم الرجل العبارة التي ستبحث التكنولوجيا في تحديد معاني هذه العبارة بلاغيا، وستصل مثلا إلى 5، ستنتج البلاغة حتما في سياقاتها الإبداعية والتعبيرية بوصف نص خطاب، ستنتج بلاغة أخرى تحدث إضافة إلى 5 سياقات أخرى، وسيكون على التكنولوجيا البحث المستمر أيضا لمواكبة هذه المعاني التي تريد إفرازها وإنتاجها حتى لا نعود
في حاجه الى الخطا ونربي دروا ليرور باش ما يكونش عندنا الحق في الخطا مجددا. اثنين، طرحت سيدي تساؤلا مهما، هل الانفتاح التكنولوجي هذا الذي قد يتيح رؤى داخل هذا النص، هل سيقضي علينا ويزيد من مآسينا أم هو في صالحنا؟ أنا أعتقد أنه في صالحنا. كم نحلم بتقدم تكنولوجي يزيل ويزيح هذه الستائر التي تحجب الرؤية وتجعل من التواصل والتعري أمرا متاحا وتقضي على كثير من ليزانترميديار من الوسطاء، سواء الوسطاء الثقافيين أو الوسطاء السياسيين أو الوسطاء على شتى أنواعهم توجهاتهم ومهامهم. نحلم مبروك علينا إذا كان نسبة الخطأ 5.6 فقط، هذا أنا واحد الناس يفرحني، حتى لو أدى الأمر إلى ما قاله صديقي الأستاذ سعد جبل الخير سيقضي على كثير من الوظائف، ولن تبقى إلا الوظيفة الأسمى هي الوظيفة الجمالية التي تنتج هذه التكنولوجيا وتنتج هذا الأدب أو هذا الإبداع. عفوا اسمحوا لي باسمكم جميعا أرحب بالكاتب الشاعر الأكاديمي والمترجم أيضا الكبير المتميز الأنيق صديقي وأستاذي الشاعر الدكتور عاشور فني، مرحبا بكم. أستاذ عاشور مرحبا بك، أنت راك صاحب بيت ما راكش ضيف يعني الآن راك مولي الدار. مرحبا 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 يعني هل ممكن أستاذ بوطغان يعني هل ممكن نوصلوا لمرحلة وين بمعنى الترجمة التكنولوجية هل هي يعني بمعنى لما أنت تمد نص إلى برنامج إعلام بروغرام يعني انفورماتيك يترجمه لك بخصوص إذا كان هذاك البرنامج عنده جهة وجهه، فهل سيترجم لك ما تريده أنت أم يترجم لك ما يفهمه هو؟ مشكلة خطر لما أنت تترجم نص في رواية على لسان واحد بين قوسين كاش مافيا عايش في بلوت في وسط السلفية، كيفاش راح هذاك البرنامج يفهم عقلية الأنوش مافيا اللي عايش في وسط السلفية طبيب بلوت باش يقدر يعطيك نص يكون أوفى ما يمكن وأقرب ما يمكن إلى الوفاء بمكان يريد أن يقول يوصله إليك قائله الأصلي يعني أو كاتبه الأصلي؟ مستحيل. قد يكون وقد يكون، لكن خاصة إذا كان الكاتب من عوالم حميدة عياشي مثلا هذيك العوالم المتفجرة. لا أعتقد أن التكنولوجيا ستستطيع في يوم من الأيام أن تعوض الإنسان. الإنسان سيلاتر انكونترولابل، لا يمكن السيطرة على الإنسان لأنه هو اللي منتج التكنولوجيا. ثم عندما نتحدث عن البرامج سيضع المبرمج العميق العظيم عدد من تأويل وفهم احتمالات التلقي في هذا البرنامج. شحال مثلا؟ ألف. هل الألف احتمال في تأويل التلقي من صنع هذا المبرمج، وألف واحد سيفر وسيفلت سيهرب المبدع دوما باش يصنع ألف واحد ألف اثنين ألف ثلاثة ألف 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 واحدة أخرى من الرؤى من تلقي من تأويل من بلاغة جديدة
بلاغه جديده تستعصي على على البرمجه وتكون في حينها الشرح والتفسير والترجمه ليست وفيه 100%. مثال بسيط، لارغو انجلوسر انجلوسر ارغوتيك مثلا تاع العاصمه يستغني يوميا، يستغني يوميا مثلا نقولوها شبرق التي كانت تعني في 1994 كانت تعني لهذا المصطلح يعني تعريفا معينا. سينتج المبدع الإنسان المبدع تعريفات أخرى، شروح وتفسيرات أخرى لمصطلح شبرو، وسيعجز ستعجز التكنولوجيا عن مدينا بالتفسير النهائي المطلق المنتهي، وستبقى احتمالات وفرص البحث والتأويل الجديد والمقاربات الجديدة قائمة ما دام الإنسان قائم. أنا عندي اقتراح تفضل محمد. أنا نقول التكنولوجيا إذا استطاعت أن تكتب نص فباستطاعتها أن تترجمه إلى أي لغة إن كانت. المشكلة الآن أنا كباحث يعني في التراث الصوفي في التصوف التراث الشعبي والأشياء التراث الشعبي من حيث ارتباطه بالتصوف يعني التصوف الشعبي. أنا أحياناً عندي مشكلة باش نفهم بعض الكلمات في النصوص تاع الفقيرات تاع وهران مثلاً أو تاع مستهان أو تاع العباس، عندي تسجيلات ولكن بعض الكلمات ما نفهمهاش. عندي مشكل باش نفهم بعض المفردات في المحجوز تاع قسنطينة في المالوف، لأنه بعض المفردات تاع المالوف لا تقال في العاصمة، وأنا كبرت هنا في الوسط يعني منطقة الوسط ما نفهمهاش. عندي مشكلة باش نفهم بعض المصطلحات في التراث تاع واد سوف مثلا، المغنى اللي تغنى مثلا في المديح تاعها وفي الأشياء في التصوف وخارج التصوف. فإذا كان حنا في الجزائر بيناتنا كجزائريين أنا دخلت للشاي تراث الشاوي وتراث تاع الصراوي هذاك وهذيك، هذيك أعقد تولي المسألة أعقد، أحيانا ما تفهم حتى شيء، حتى كلمة ما تفهمها، يعجبك اللحن والإيقاع ولكن ما تفهمش راهم يقولوا. فكيف بمن لا يعي وحنا رانا عشنا هنا وكبرنا هنا، كيف بواحد يعني البرنامج هذا اللي يقدر يكون وفي في ترجمة كل شيء؟ أنا أقول يلزم له وقت طويل باش لا مش عارف. تفضلوا معليش تفضلوا باخذ الاخر يعني باش اللي راح يشوف في اليوتيوب يستفاد ويسمعوا. فقط يعني مداخلة الأخ، يعني أنه لما نتحدث عن الترجمة الآلية أو بمساعدة الكمبيوتر علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أنواع الترجمة، لأنه كاين ترجمة قانونية، ترجمة طبية، ترجمة علمية، أنواع من الترجمة كثيرة. الترجمة الأدبية يعني هي نوع مستقل تقريبا بحد ذاته. الأخ أنا أعتقد لما يتكلم على التكنولوجيات الحديثة يعني هذا حلم داخل الولايات المتحدة مع نازا أنه يخلقوا برنامج في الخمسينات أعتقد إنه يمكنه أن يترجم ترجمة آلية وسنستغني عن الإنسان. لحد الآن لم يستطيعوا الوصول إلى ذلك إلا فيما يخص الترجمة المتخصصة يعني القانونية ممكن والعلمية، لأن هناك فيه مسكوكات عبارات زي متكرر مثلا في القوانين تدخل لوني والسيك تاع لوني عندك النص بالعربية والنص بالفرنسية والإنجليزية إلى آخره، لأنه الصياغة القانونية منضبطة تماما. فهناك خوارزميات تعطيك انه هذه الترجمة تكون صحيحة تقريبا وحتى مش 100% دائما فيها يعني شوية أخطاء. لكن فيما يخص الترجمة الأدبية هذا شيء ثاني، ولا أعتقد أن هناك لحد الآن على حسب معرفتي ترجمة آلية للنص الأدبي. تفضل. جميل، أنا بودي إثراء النقاش، فأنا أبدي رأيي، وهذا تخصصي، فأريد أن أشارك معكم الرؤية التي أراها الآن في العالم، وأشرح لكم لماذا قلت لا محالة، وقلت أيضا ربما سنة ربما سنتين ربما ثلاث سنوات، فالآن أتفق معكم.
التكنولوجيا ليست جاهزة. يجب أن نعلم أن ما نعيشه الآن ربما ليس في الجزائر ولكن في بلدان أخرى هي une troisième révolution industrielle. نعيشها الآن. ما هي هذه الـ révolution industrielle؟ هي une révolution معرفتية. فالآن كما كل الـ révolution ثورات فكرية أو ثورات صناعية. بتاع التحرف تكلم باللغة اللي. أوكي. Si vous voulez parler en français, vous pouvez parler. Donc les révolutions industrielles, commencent bien par, quelque part. En ce moment, le commencement de cette révolution est en train de justement de d'essayer de commencer par faire que la machine comprenne, voie et entende. Donc on appelle ça les cognitive services. Nous, on a l'être humain a des habilités à comprendre ce qu'il voit, à parler et à entendre aussi. Donc la machine est en train d'apprendre à voir, à reconnaître des objets, à reconnaître la voix et à traduire en même temps, etc. Ça, c'est la première phase. En même temps, il y a un concept de machine learning, l'apprentissage de la machine. Donc la machine, si vous voulez, est en train d'apprendre en même temps. Donc il y a deux courants de technologie. Donc il y a tout ce qui est cognitif, les services cognitifs, c'est-à-dire les cinq sens que l'être humain a. Et ce qui vient s'ajouter, c'est l'habilité de la machine, ou bien la possibilité que la machine apprenne comme nous. Donc, par exemple, les avancées technologiques en ce moment qui se passent, c'est que la machine peut comprendre si, à travers une discussion avec un être humain, si l'être humain est content ou bien mécontent, etc. Ça s'appelle sentiment analysis. Il peut comprendre le sentiment de l'être humain qui est en face. La machine analyse le sentiment. Et moi, quand je vois ça, en fait, je suis pas le seul à penser, c'est que c'est qu'une question de temps pour que la machine, justement, l'exemple que vous aviez donné par rapport à l'argot, etc., etc., c'est qu'une question de temps et d'effort pour que la machine soit à même de comprendre ces choses-là et de peut-être contribuer à au patrimoine culturel de l'humanité. C'est-à-dire que la machine, à un certain temps, bien sûr, au futur, pourra produire des idées et débattre avec les êtres humains. Oui. Voilà. Donc, il faut, je pense que c'est très très important, au moins d'en prendre conscience, pour qu'au moment venu, justement pour revenir à ma question, qu'on puisse profiter de. Et on sera. De ces mouvements-là. انا راني نسال وقتاش الجامعه الجزائريه راح تمشي من قرب راح تصبح في فتح تخصص تاع ادب الاله هذه لا ليتيراتور ماشين واش من عام راح تفتحوا لها تخصص في الجزائر تفضل فتحي puisque monsieur est dans le domaine de la technologie moi aussi il est là après dans votre mais moi je vais proposer un autre avis. C'est comme le débat entre Elon Musk et Mark Zuckerberg. Ils sont du même domaine. L'un croit à l'intelligence artificielle, au machine learning pour le bien de l'humanité. L'autre, il est un peu parano parce que voilà, il a une vision trop futuriste pour la technologie. Du coup, il dit on va mollo. Donc les deux avis sont ouverts et ça se justifie. Du coup, moi je suis un peu de l'autre côté. Toi, je pense que tu es un peu futuriste, et c'est bien. Il faut parler un peu de comment la traduction automatique marche maintenant. Il y a deux approches. Ce sont des approches probabilistes. Et même avec le machine learning dont le monsieur parle, c'est la machine, on lui donne des modèles pour qu'elle puisse apprendre. Mais c'est toujours des stats, c'est toujours des probas, et c'est à la base de ça
qu'elle te propose une traduction qui ne sera jamais parfaite. Déjà, comme le monsieur a dit, je comprends son point de vue, parce que le mot ne signifie pas la même signification dans un laps de temps par la même personne. Ça, c'est un aspect qu'on ne pourra pas, même pour la même personne, ça ne peut pas être modélisé, on ne peut pas, parce que la langue elle-même, elle ne contient pas cet aspect temporel du mot. Du coup, oui, pour traduire des textes un peu historiques avec la langue, par exemple, des années 1800, on pourra peut-être ajuster ou bien ajouter des paramètres à nos modèles pour que c'est possible, oui. Je dis que c'est possible. Mais le champ des possibilités et le champ des paramètres à tenir en compte, pour moi, il est phénoménal. Il est trop grand pour qu'on puisse le faire, enfin bon, une année, deux années, 30 ans. Mais peu importe l'amélioration qu'on pourra apporter, il y aura toujours quelque chose qui nous sépare du parfait. Du coup, même si on s'approchera du parfait, avec de l'automatique, avec de la traduction automatique, avec tout ce qui va avec, on ne proposera jamais une traduction parfaite. Si l'humain ne peut pas proposer une traduction parfaite, la machine ne pourra jamais aussi proposer une traduction parfaite. Parce que la traduction parfaite, tout simplement, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, voilà. J'ai essayé de rejoindre les deux pôles de la discussion. Je suis avec ce que vous avez dit concernant la technologie, j'y crois moi aussi. Et je comprends aussi le point de vue du monsieur. Il n'y a pas une traduction parfaite, parce que ça n'existe pas, tout simplement. Tout simplement, ça n'existe pas. Voilà, ça c'était bon. Merci. المصريين لما ترجموا جينونس ما عبد واحد يحيى عبد الحليم محمود في الازهر لما ترجموا جينونس ما عبد واحد يحيى انواع الترجمه فقط لغه مساله نص الذي يكون استقرائيه ما نشوف تاريخ الترجمه في بدايه الترجمه كانت تتكلم بحث عن النقاط اللفظيه كانت عندها خدمه في مبنى فيولوجي نبحث عن الاصل اللغوي في اصل اللفظه في اللغه الاصليه حتى عما يقال اللغة التي نترجم إليها لكن بعد ذلك يعني ممكن نتحول إلى مسألة لسانية يعني ما بعرف لسانية تطلع الفكرة الأولى هي مرتبطة بالتكوين وبنظريات التكوين منذ شلاين معفع في الصوت والترجم الكبير لحد الآن مازال يرجع إليه في مسألة الترجم لكن مع السوسيرية اللغة تحول كل العلوم تقريبا في مجال وتحول في طرق معينة تحول إلى علم إلى نوع من العلم وهناك بدأت المشاريع الكبرى بإدخال آلاف ترجمة يعني مو كان ترجمة معينة من بعيدة كان لكن هذا كله انتهى تقريبا في السبعينات حضرنا إلى ما ننتهي إلى ما مر به آخرون منذ أكثر من أربع قرن حين منذ السبعينات ظهر اتجاه جديد في الترجمة وهو التخلي عن النزعة اللسانية نوع من ما يسمى المنحة الثقافي منحة ثقافية الترجمة منذ باسنة واللي كبيرة في المجال الترجمة في نهاية 77 خدمة
سوزان باسل معروفة كلها. هذه حولت إلى حد ما الإشكالية كلها مع كاتشر الصدي في إيطاليا الدراسات الثقافية، أيضا دخلت في الترجمة. لكن الآن انتقلنا من هذا حتى هذا أيضا أصبح جزء من التاريخ الثقافي للترجمة. رأنا في نوع جديد من الترجمة وهو أخذ مسائل الهيمنة ومسائل الصراع على المستوى الثقافي والمستوى الدولي إلى آخره. فإذا نحن الآن في منحنى جديد يتشكل، لا مش نهائي ولكن منحنى يتشكل تدخل فيه كل التيارات الفكرية اللي نعرفها الآن. الهيمنة التابعة. هذا السؤال تاعي ربما نضيفه لك تكلمنا عليه او ربما الاستاذ ثاني يعلق عليه، يعني ما دام الان مثلا لما تدخل جوجل مثلا، نعم تدخل جوجل من الجزائر تطلب مثلا ما لا ادري موكلي تاع بحث، يعني مثلا من الجزائر العاصمه تدخل جوجل تكتب مثلا توارك على اكزامبل توارك، هل جوجل يعطيك نفس الماده اللي يعطيها لك لما تكتب توارك وانت في جنيف او انت في طوكيو او نعم لا يعطيك نفس الماده؟ هل اذا دخلنا في الترجمه هل برامج الترجمه وانت تطلب ترجمه نص معين من الجزائر ومن طوكيو ومن باريس ومن واشنطن ومن القاهره ستعطيك برامج نفس الترجمه؟ هذا الان وسائل البحث ستتطور بسرعه وتتنوع وتتوسع. يعني جوجل احنا الان نستخدمه لكن في بلدان اخرى كاين انواع اخرى من محركات البحث. حتى جوجل فيها ايضا داخل جوجلات أخرى جوجل في خيارات عجيبة مثلاً جوجل بي دي إف جوجل توارك يخبرنا نوع من المادة تختلف عن توارك بدون بي دي إف. ويبغي نقول جوجل هذا ما هو إلا سطح البحر وهناك أعماق الإنترنت اللي إنترنت آخر لا نعرفه. هذا السطح اللي رانا نشوفه اللي رانا نعمه فيه ما هو ليس سطح جوجل يعني الشاطئ الرملي برك انا نزلنا في الشط ولا في الشط في الترجمه موجود عندنا الان مجموعه من الخيارات في كلها تعتمد على ان الانسان ضروري الاله ما هي الا وسيله قد تكون اداه لمساعده في الترجمه الى حد ما امتداد لذاكرته امتداد لقراءاته الى اخره ولكنها ليست بديله لانه في نهايه الامر تبقى الترجمه دائما هي مساله المفاوضه ما بين الثقافة الأصل نيغوسياسيون الثقافة الأصل لا يحتاج إليه. لا يحتاج منها مترجم، المترجم نص من العربية الفرنسية يختلف الأمر عن المترجم نص من الفرنسية إلى العربية. طبعا. مترجم بنفس اللغة بنفس النوع الأدبي مثلا أو في القانون أو في حتى في نفس التخصص المترجم من لغة إلى لغة أخرى يوقع يعني يكون ليزونجو رهانات مش من نفسهم. ولهذا الآن توجد يعني تيارات عديدة تدعو إلى إعادة النظر في الترجمة القديمة، الترجمة القديمة قامت بها إلى حد ما المدارس والهيئات اللي كانت مهيمنة على الثقافة العالمية وهي الهيئات الاستعمارية أو الهيئات اللي يسيطر عليها الدول الكبرى حتى في إعادة يعني السلم ماشي فقط في الكبرى. أما الآن فالذين في احتياجات جديدة في المجال الثقافي في المجال الإعلامي في المجال الصوفي في مجال رؤية العالم وبالتالي فعلينا أن نعيد النظر حتى في الأرض. وإحنا في الجزائر الآن مثلا الآن في الجزائر هناك مطلب عند المثقفين الجزائريين وهي إعادة النظر في الترجمة التي أنجزت لكاتب ياسين ومحمد الدين ومحمد فرعون. هذا كان يتكلم عليه كانت فإذا أثار يعني مطلب جديد وأنه هذه النصوص الأدبية ترجمت في الخمسينات والستينات خاصة في فترة الثورة التحرير والمد الثوري وفي نفس الوقت ربما في ظرف استعجالي التعاطف العالم العالمي مع مع الثورة القضية الجزائرية وتوجد أيضا ترجمات للغات أخرى مثل اللغة الإسبانية أمريكا اللاتينية وغيرها في ترجمات فرنسا بانام. كل هذا في الوقت الحالي نحن في حاجة إلى إعادة النظر في نشوف ما يجري في حاجة إلى إعادة النظر فيه أولا لأن السياق اختلف ثانيا لأن اللغة التي ترجم إليها ليست لغة ستاندرد ليست لغة وإنما هي لغة محكومة بظرف معين يحتاج الآن إلى إعادة ترجمة نفس الأعمال وأعتقد أن هناك تجارب في الجزائر ترجمة قام بها الجزائريون وتجارب في المشرق مثلا الباكاني مترجم عدة ترجمات كان طلبة الدكتوراه في مجال الترجمة خذينا ترجمة الباكاني
الغريب مثلا غريب سيرتو نعم ترجمات متعددة أنجزها مترجم مختلف ونجد الفروق الرهيبة الفروق الكبرى ما بين النصوص يعني مش نفس النص ترجم يعني لما تقرأ ترجمات عربية هي في كتابات مختلفة تكذب لا تقول عم ترجموا نص هو نفس قول أنه أصلا قلب كان لا يحصل ولما تشوفوا لما نشوف تقنيات الترجمة المستعملة بعض المترجمين حقيقة يفهم الترجمة وحتى يسأل في عادة الكتاب هنا عشان لموقف محمد بطفان منذ البداية أنه اختار فكرة أن الترجمة هي إعادة الكتابة هو قال لا يمكن أن تكون إلا كذلك نعم إلا يعني هو اختار هذا لكن هي من اختيارات أنا شخصياً من اختيار آخر يعني نتحدث وأنا يعني في رصيدي ست كتب ترجمتها لأنه في شعر من العربية الفرنسية يعني أتحدث عن اختيار اخترته أثناء قبل الترجمة وأكدته أثناء الترجمة وأتحدث عنه في المحاضرة بمعنى أنه حينما اختار اختيار معين فإن غير مسلم والاختيار الذي اختاره محمد هو إعادة الكتابة يعني يمكن التثبت منه في الأعمال التي قام بها مختلف الأعمال نجد بأنه فعلا حاول إعادة كتابة ترجمة وهذا ليس هو الاختيار الوحيد من الترجمة فرق ليس هو الاختيار الوحيد وهم كنا مناقشة سواء هنا أو في مكان آخر كنا نعود لها بقية كلمة أخيرة أنا الآن أرى أن الجزائر في تطور الحال في مرحلة ثقافية خطيرة كثير من الناس يعتقدون بأن الثقافة معدومة في الجزائر لا مشكلة في الجزائر الآن مشكلة ثقافية كل هذا الذي نراه هو حوارات ثقافية صماء لأن الناس لا يمكن يكون سنور يتحدثون لغات مختلفة، شوف لغة الإسلام، لغة الليبرالية، لغة نقدر نقول الوطني اللي عاش فترة الخمسينات والستينات وحتى السبعينات بإيديولوجيا معينة، ولغة الأجيال الجديدة اللي تربات في الصحوة الإسلامية وكتب القرظة وكتب مش عارف أنا الوهابية وما إلى ذلك، لغة أخرى على الرغم من أنهم يتحدثون اللغة الوحيدة اللغة العربية. يتوهمون انهم يفهمون نفس اللغه لكنهم لا يتحدثون نفس اللغه في الوقت الحالي احيانا يبدو لي اننا في حاجه الى اعاده ترجمه كل شيء وخاصه الى ترجمه القران القران يحتاج الى اعاده ترجمه الى اللغه العربيه القران بالنسبه لي من زاويه لغويه بحته استنى يحتاج الى ترجمه الى اي لغه اعاده ترجمه الى اي لغه العربيه القرآن في حالة ترجمة اللغة العربية نحتاج إلى ترجمة كتب إلى مكتوبة بالعربية إلى عربية أخرى بغض النظر عن كتب فرنسية يعني أنا لا فرق عندي بين كتاب مكتوب بالعربية وآخر فرنسية فكلهما يحتاج إلى ترجمة كلمة أخيرة وأتوقف لها أنا أرى أن لدينا لغات جزائرية مختلفة غير العربية الفرنسية لغات جزائرية مختلفة في حاجة إلى أن تتحاور جيب واحد نايم وواحد عباسي ولا واحد من معسكر وواحد عندك وتفرج عندك ما تفرج لغات مختلفة لغات مختلفة ليش لهجات لغات يعني أنا ممكن تاخذ فيها مدة تقول لهجات اعتذر عن الإطار ولا أدري كنت قد أجبت عن سؤالي اللغة في الوقت الحالي قضية خطيرة وليست قضية لغوية بل هي قضية سياسية ليس فقط لغوية الترجمة في مدة طويلة تم السكوت عنها وكأن الجزائري بإمكانية أن يقرأ بالعربية والفرنسية وكل لغة بينما في الحق هو يتم يفهم كل لغة لدرجة الآن الجزائري في المغرب لا يتحدث في نفس السياق أستاذ عاشور لاحظوا بلي مثلا في المغرب ترجم القرآن إلى اللهجة المغربية المحلية أكثر شيوعا في مصر في الجزائر واحد من الفيسبوكيين حاول يترجم بعض الآيات والأحاديث إلى العربية المحكية في الجزائر أو إلى اللغة الشعبية حطوا في الحبس هذا تدخل هذا تصرف طرقات سياسية جهد لأنه مش مسألة تاع قانون ولا تاع أمن ثقافية هذا الذي يعبر عن احتياجات المجتمع صح شحال واحد يشكر هذا الناس نقولها يومين في المساجد في المقاهي إلى آخره هو القرآن يترجموه والأحاديث يترجموها وفهموا بعضها اللغة والأخرى ماشي لغة رسمية
يعني هل هذا خوف من كون المواطن العادي لا يعود بحال لا يصبح بحاجة إلى خطب الإمام مثلا في المسجد بالفصحى المتقعرة إلى آخره؟ هل يخاف أنه يولي يفهم النص تاعه صديق كي سابخو بخي لو تكست بيجو يولي يفهمه بلغته هو بلا ما يحتاج راجل الدين هو باه يفسر له ويطحن في كثير من الأحيان. لغة الإمام هي لغة لا تنتمي إلى العصر، تنتمي إلى قرون أخرى. كي تشوف دعوات مثلا اللهم يعني كي تشوفهم يدعوا فلان كثير من يخاطب عند ربي من الذي يتحدث اللغة هذه حسب للمأمون هنا خليفة المأمون سامحني ولا المأمون نفسه لأن المأمون كان بليغا جدا كان جميلا جدا وكان يقول لغة رشيقة عميقة. هذا المنتوج اسمح لي دكتور عاشور في نفس لماذا التخوف من هذه الترجمة؟ الترجمة التي تتحدث عنها وأقصد خطب الإمام ستؤدي حتما المقصود من هذا المقصود أن تظل هناك لغة يتحكم فيها فئة معينة. لغة ليست بريئة، لغة دائما لغة منحازة هي التي تحدد نقاط التلقي والتأويل حتى لا تطرح الأسئلة يعني غلق الباب في وجه الأسئلة. لغة ترفع إلى واحد ما قال بأن العربية مقدسة منذ الإسلام منذ عهد الأصمعي. لا الآن أقول لك العربية مقدسة، ما قال أنها مقدسة هي لغة الخمريات ولغة البجاه ولغة ابن حاتم. لماذا تعتبرها مقدسة؟ لم تكن في يوم ما مقدسة. أقول لك بأن النص مقدس، لو كان مقدس لما كان تفسيره القرآن يحتمل هو مسألة إيمان، ولكنه نص مقدس بمعنى أنه قابل لفهوم مختلفة. هذا كله في التاريخ نتاعنا، والجهل بالثقافة الإسلامية هو الذي أدى إلى هذه يعني هذا اللي يديروا لجهل بالقرآن الحافظ ولا اللي يمنعوا الكتب من الدخول إلى آخره، هو في الحقيقة جهل بالثقافة الإسلامية، هم غريبون عن الثقافة الإسلامية، وإلا قارش كتبوا الفقهاء وأنت أدرى بهذا في السعيد، قد ما كتبوا المثقفون الكبار يعني المجتهدون الكبار، اسمح لي اسمع كلهم العلماء، عندنا هو في غيره. شو العلماء اللي عندهم سبع قرون وهم غارقين في الاجتهاد خايفين من الناس تفهم وهم مثلا ما عندهمش يفهموا هذا العلماء سبع قرون وما غارقين في الاجتهاد فيهم ولا اينشتاين مثل ما يروحوا عالم ثم يروحوا بحث هذا العلماء في وجه اللي هم غارقين في الاجتهاد وغارقين على النص الواحد ما يقدر يفهم ولا اللي طرح مساله في النص كفروا وخرجوا وطلقوا من الزوج وداروا حمد أبو زيد. أنا الدكتور نوال السعداوي. لهذا أنا أعتقد بأن كل ما يطرح الآن ليس مسألة يعني محايدة ومسألة تقنية، بل مسألة سياسية. التحكم في النص هو التحكم في عقلية الناس، التحكم في أذان الناس، وهو في نفس الوقت إخلاء. شكرا جزيلا. تفضل. بعد ما نرجعوا كلمة أخيرة لك. كان ما لقى له الساعه شو في ترجمه القران حنا نشوفوا باللي نفس الفكر التشددي ماشي جاي من اللغه باسكو علاش مليار ولا مليار ونص مسلم ماشي نفسهم قاعد يتكلموا نفس اللغه سما كل واحد فيهم يقرا القران بلغته ولكن نصيبوا باللي نفس التشدد نصيبوا عندهم سما هنا نعرفوا باللي المشكله ماشي في اللغه مشكلة تكون في المضمون هذا مضمون هذا واش قال الاستاذ عاشور اقدم من النص نفسه سؤال الاستاذ القران ترجم في المغربيه في المغرب ترجم اللهجه تاعهم نعم كيفاش ترجم اللغة الاجنبيه الفرنسيه ام الانجليزيه كيفاش راهم ترجم درك موجودة ترجمات عديده ومتعدده لجميع اللغات ايه مترجم كيفاش مترجم مترجم كوبي كولي ولا كيفاش مترجم لا كاين ناس انجزوا الترجمات بعشر كاين متخصصين يعني نفس الكلمات يعني تغير لا ماشي نفس الكلمات ترجم المعاني هما اللي يترجم المعاني حتى في الكتب يقول لك تراديكسيون دو سونس يقول لك تراديكسيون دو يقول لك ترجمه للمعاني لمعاني القران يعني يترجم بمعنى المترجم او يقول لك اني ترجم واش فهمت أو يترجم لك وش هو أو يفهم من النص
او المغاربه واش فهمت لهجه معينه اللي راح توقع على الترجمه مثلا في الازهر او في السعوديه او غيرها او غيرها من الدول. المغاربه شكون جوز لهم الترجمه تاعو تاع القران؟ المغاربه عندهم مجمع فقهي، عندهم مجمع عند القرويين، عندهم مجمع فقهي هما اللي سرحوا الترجمه الى باش الشعب يفهم، باش الناس العامه تفهم واش راه يقول القران. هما هذه يعني برعايه دوله رسميه، هذه رسميه في المغرب. حتى في الجزائر الترجمه ايضا امازيغيه. عندنا موجوده نعم، وصدرت في السعوديه وانجزها الجزائري. التقيت وانا في المدرسه التقيت في عزازده الشخص الذي عنده الترجمه الامازيغيه وصدرت في السعوديه من مجمع الملك فهد. تفضل. سيدي نقول شيء اليوم هو اليوم العالمي للترجمه. امس. اليوم الذي ماشي امس. لا لا اليوم هو اليوم الذي 30 سبتمبر نسميوه في اليوم العالمي للترجمه. لا سان جيروم. سان جيروم هذا قلنا قديس كما اذا قدمنا جيروم هو الذي ترجم الكتاب المقدس انجيل الى اللاتينيه، اول ترجمه اللاتينيه صدرت في فيرجاي يعني يعني سان جيروم هو اول من ترجم الانجيل من العبريه، لانه الانجيل في الاصل بالعبري. نعم الى بالعبريه اللاتينيه الى اللاتينيه هو يوم 30. سان جيروم هو رمز هذا اليوم اللي هو اليوم العالمي للترجمه. هو اليوم العالمي للترجمه. شفت محسن الصوت انا بدي نتكلم على الموضوع. سما هذه محسن الصوت سا طوم بيان سا طوم تخي بيان. تفضل الاستاذ عليك الكلمه الاخيره باش نختم. هي في الحقيقة ليست ردودا ولكن تدخل تاع الأستاذ والأستاذ. نعم نحن نحلم وأنا شخصيا فرحان بزاف بالتطور التكنولوجي الذي سيسهم وسيشارك بالتأكيد في عمق المسألة الثقافية والمسألة الأدبية تحديدا. ولكن ونبهنا إلى أمر، هل نحن واعون ونشعر بهذا التطور الرهيب للآلة التي صارت ترى وتسمع وتفهم وتحس وتشعر؟ هل نحن واعون لذلك؟ سنكون ملفقين لو قلنا نعم هكذا ببساطة وبسذاجة. ولكن نعم نحن نشعر بما تقوم به الآلة هذه التي يسيطر عليها الإنسان، ونجد ذلك، نجد ذكاءها ورؤيتها وأشياءها وأثرها في هذه الأجهزة التي نجدها أمامنا والتي تقدم لنا الكثير من أدلة أن الآلة تكون في كثير من الأحيان ما نقولش بديل ولكن تقدم الشيء الكثير لذكاء الإنسان ولأشيائه لمساعدته لمعاينته. ولكن أنا منحاز لما قاله الصديق ذاك عندما قال ليست هناك ترجمة مطلقة، كما وأعود إلى أعمق من ذلك لأنه ليس هناك نص مطلق أيضا، مش ترجمة فقط، حتى نص ما عندناش نص مطلق. وبما ان النص لا يمكن ان يكون مطلقا فالترجمه لن تكون مطلقه، وايضا الاله لا يمكن لها ان تكون بارفيت مكتمله منتهيه مطلقه، وسينفلت عنها هذا الانسان المنتج، منتج لثقافه جديده لرؤيه جديده بناء لسياقات يفرضها الزمن تفرضها الحياة، سينتج أشياء جديدة تنفلت من ذكاء الآلة، من ذاكرتها، من فهمها، من رؤيتها ومن كاميرتها. On trouve toujours quelque chose qui échappe à tous ses sens تاع الآلة والإنسان، ويبقى فضاء التأويل والتلقي مسألة نسبية إلا إذا كان في يوم ما في زمن ما يولي الواحد النوتومات هو نفسه الآلة، وهذه ما نظنهاش وتسمح.
شكرا استاذ محمد الطغان. وانا بصراحه ما كنتش عارف باللي يعني ما كنتش منتبه هذا البرمجه جاءت هكذا بالصدفه عفويه ولا مي سا طون بيان. مادام اليوم هو يوم العالم للترجمه رانا محتفلين بالترجمه لازم يديرينا ولا اليونسكو اللي تشرف على هذه الحكايه لازم يديروا لنا كاش مساعده. حبيت قبل ما نختم ندير اعلان لانه كما اليوم العالم للترجمه راه الاسبوع الجاي يدخل شهر اكتوبر. في اسبوع في شهر اكتوبر راح يكون عندنا نصب معليش هذه ليكم برك راح يكون عندنا زوج ندوات. الندوه الثانيه هي للاستاذ عاشور فني ايسي بريزون اللي راه هنا واللي مازال سالوا يعني عنها لما نتفقوا مازال ما اتفقناش على التاريخ وعلى الموضوع يعني المحور. ولكن الندوه الاولى راح تكون خاصه باحداث اكتوبر احداث 5 اكتوبر 88 وراح تكون السبت الجاي يعني بعد اسبوع الاسبوع الجاي وفي العاصمه ولكن في المقر الوطني للاف اف اس. وسيقدم المحاضره الاستاذ عبد الشرف وموضوعها اكتوبر كومون لا رو ا ديبلوكي اون امباس اكتوبر 88 كومون لا رو ا ديبلوكي اون امباس. انا ترجمتها انتم كترجموا لكم هذه اجتهادي اكتوبر 88 او كيف نجح الشارع في فتح طريق مسدود جوست فتح طريق مسدود في فتح طريق فباش نجحت في الترجمه ولا نجحت هذه محاوله ثانيه. Donc c'est samedi prochain à 14h في مقر الأففاس في 56 شارع سويداني بوجمعة المرادية. اسمع مشينا. لا مشينا راح تكون هو الخير المكان. فسنعلن عنها من غدوة مع ندير إعلان تاع. مادام شو واحد. باردون. في باجة تاعي. في باجة تاعي وفي صفحتي وفي صفحة ملتقى الأنوار في كل شوف. باش. سي بون؟ لا سي بون. إيه. نقول كلمة أخيرة. شكرا كثيرا شكرا جزيلا. أنا سعيد جدا 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 بمجيئكم باحتفائكم بتواصلكم بإثارة نقاط الظل والعتمة التي قد لا أكون قد انتبهت إليها من قبل. كم كنا نتمنى أن يكون النقاش مثلا أطول أعمق وربما يتناول أشياء أكثر من هذا وأعمق من هذا. مازال فرص إن شاء الله يا ربي. ما أود قوله عرفانا وشكرا على مجيئكم وتجشمكم عناء الحضور والانتباه وهذا التكريم الذي أعتبره تكريما واحتفاء هو يسعدني جدا أن أهدي الحاضرين نسخا من إحدى ترجماتي هي أقنعة الروح. راكم حفظتوها أي سيما. شكرا شكرا أستاذ. كل محاضرة يجي واحد. هذاك مليح نستفادوا. هذاك اللي يجي يسمى دار مكتبة من ملتقى. علاش لا؟ شكرا إلى اللقاء في الندوة المقبلة. شكرا. سي بون عارفينك. تفضل.